روح هو أحدث سينجل سمعته لي وحقق في أيام قليلة نسب استماع عالية جدا على أنغامي. بدايته كانت من الموسم الثالث من برنامج ستار أكاديمي سنة 2005 اللي فاز فيها باللقب، وبعدها بسنة أطلق أول أغنياته لا تروحي. وبعد 3 سنين فقط قدر يحصل على جائزة الميركس عن أغنيته الحق ما بيموت، وفاز بتاني جائزة في الحفل سنة 2012 عن تاني ألبوماته شو بتعمل بالناس. جوزيف عطية هو ضيفنا الليلة بستار تراك. على إنستغرام عنده أكثر من 650 ألف فولورز، ومن آخر ما نشروا صورة من حفل عيد الاستقلال ببيروت وكمان فيديو من نفس الحفلة، وكتب عليه حفلة أكثر من رائعة، جمهور كبير رائع، غنينا سوا كل الأغاني، بفرح كل ما أسمع الناس عم تردد أغنياتي كلها، بحبكن حب ومكتر. وجوزيف كمان نشر مقاطع من أغنيته الجديدة روح. حصرياً على أنغامي جوزيف عطية. وبيشارك متابعينه بصور وفيديوز من يومياته ونشاطاته، خاصة لما بيكون بالستوديو بيسجل الأغاني. على تويتر عنده 428 ألف متابع، وبيعمل ريتويت للأخبار اللي بتنكتب عنه. ومن آخر تغريداته بوستر لحفل رح يحييه بالبازار نايت ببيروت، وكتب See you tomorrow for another independence event. وكمان نشر لينك لأغنية روح وكتب جزء من كلماتها. على فيسبوك عنده أكثر من 1,860,000 ألف لايك، وعمل مؤخراً بينت بوست بيصبح فيه على متابعينه وسألهم مين سمع أغنيته الجديدة. ومن آخر ما نشر صور من حفلته الأخيرة وكتب شكراً لهذا الجمهور الرائع، بعض الصور من حفلة عيد الاستقلال ليلة أمس في بيروت، وكمان بوست للأخبار اللي تكتب عنه.